يا خويا كيما هكا راهي شاعلة عندك، ما فهمتش علاش راهي شاعلة. شاعلة ديرك درو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو أنا ندير شرح مفصل حول أسباب اشتعال لمبة الزيت في محرك رونو أنكارت. ندير الشرح تاعنا مفصل. ما تنسوناش بليجام والبارتاج والاشتراك في القناة. الأسباب هي متعددة، لكن نشرحه بالتفصيل. مر الفيديو هذا راح ندخل في الشرح ديركت. هذه هي، استمتعوا بالشرح ومرحبا بكم في القناة تاعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم؟ لاباس؟ بخير. اليوم عندنا فيديو. كان واحد الأخ بعث لي فيديو، قال لي عندي اللمبة تاع الزيت تشعل. كيما نشوفوا اللمبة الفنجال تاع الزيت هذا، قال لي يقعد شاعل. بون، راح نطرقوا اليوم الأسباب اشتعال لمبة الزيت أو ترميشها. بون، هذه لمبة الزيت الحاجة الأولى نعرفوا عليها. هذه لمبة سبيسيال، ماشي النيفو تاع الزيت اللي يقولك النيفو تاع الزيت غلط. هذه ماشي تاع النيفو تاع الزيت يا جماعة. هذه لا لامب كيما نقولو مانو دو بريسيون، ضغط الزيت، لمبة ضغط الزيت. معناتها هاد اللمبة كي دوك كيما نقولو كي غادي نوض، هاي راح نوض تطفى ديريكت. هذه اللمبة تاع ضغط الزيت عندها مانو يشعلها ويطفيها، يسموه مانو بريسيون اويل. بون، الا كانت اللمبة تاعك تشعل كيما هكا كيما نقولو راها في رالونتي، معناتها عندك كي يسموه عندك الفيبروكا مجروح. كي تاكسيليري شوية تقوى لا بريسيو تاع الزيت تطفى. إذا كانت اللمبة شاعلة بيرمانو، معنتها يا عندك ماس راها تشعل ديريكت، أو المانو تاع الزيت راه رايح. المانو تاع الزيت تاني كون يروح تاني قادر يهبل وحده يقعد شاعل. و بالنسبة للاشتعال تاعها كيما نقولو تشعل وتطفى، ممكن تكون البومبا تاع الزيت ناقصة، يكون بروبلم لا بومبا اويل. راح نشوفو دروك في المحرك. نروحو للمحرك تاعنا، سي لو مانو اويل، هذا هو اللي شعل اللمبة تاع الزيت. هذا سي لو مانو اويل، صراحة مطلع هذا لو مانو اويل هو اللي يشعلها ويطفيها. كي تكون ترمش ممكن يكون الخيط مجروح هنا يتوشي في الحديد تقعد ترمش، ممكن يكون الفطرة وين مبوشي. الى خطينا من هادو الصوالح يكون عندنا كيسموه يكون عندنا الفيبروكا ولا يكون عندنا بومبا تاع الزيت. كون تكون بومبا تاع الزيت ناقصة تبقى كيما نقولو لا كومبريسيون تنقص في كيسموه، تكون لا كومبريسيون تنقص. كي تنقص لا كومبريسيون تاني تبقى تدير كيما هاك. نزيد واش عندنا تاني؟ بون، عندنا يكون فيبروكا مجروح، يكون ليكوسي فيبروكا طايح أو ليكوسيني مجروحين تاني تشعل اللمبة تاع الزيت. يكون عندنا ماس في الطابلو، إلا كان ماس في الطابلو كذلك تشعل اللمبة تاع الزيت، تقدر تسينيالي تقعد تسينيالي. وهي الحاجة دايما زعما كي تسينيالي نبداو من حاجة صغيرة، نبداو كيما نقولو مانو أويل. مانو اويل نقلعوه نقيوه نتستيوه. اذا كان فيه
إذا كان فيه لاماس يبان. نزيدو نروحو نشوفو الختاء. بون كان ملي قال ما فيه والو تبارك الله، نروحو الفلتر تاع الزيت نبدلوها. هو الفلتر تاع الزيت المكان تاعه، نبدلو الفلتر تاع الزيت تاعنو. كي نبدلو الفلتر تاع الزيت تقعد سينيالي السيارة، خاصة كي تحمى بزاف. كي تحمى بزاف تقعد سينيالي، كي تحمى بزاف تقعد سينيالي، معنتها الفيبروكا. الفيبروكا يكون مجروح، كي الفيبروكا تاعنا يكون مجروح معنتها لازم نحلو. وكي نحلو نبدلو فيبرو، نفوتو فيبروكا، نشوفو الكور تاعه نفوتوه. من بعد نروحو ل لا بومبا لوي، نديرو بومبا لوي جديدة باش لا كومبريسيون تكون في الحد تاعها، ونديرو ريفيزيون جينيرال. بون هادو هما الاسباب اللي خلو اللومبا تاع الزيت تشعل. نعاود نرجعو هنا، هادو هما الاسباب اللي خلو لا لومب تاع الويل تشعل. هي نورمالمون كيما هكا تنوض تطفى ديريكت، كيما عندنا تطفى توتسويت، ما تعرفش تشعل ابدا، ما تشعلش كاع، ما تشعلش حتى كيما نقولو حتى تعاود تنوض. طفي السيارة تعاود تنوضها، كي طفي السيارة نطفو السيارة تاعنا نعاود نوضوها تشعل لومبا تاع الزيت. بصح باش تشعل كيما نقولو تشعل كيما نهاك، ما عندهاش سبب تشعل عليه. هذه هي، هذا فيما يخص الفيديو تاعنا اليوم، ونتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.